السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق وأشرف المرسلين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخباركم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسلام وبعافية، وربنا يكرمكم دايما ويبعد عنكم الشر والسوء، وربنا يعدي الشتاء بتاعنا على خير، وكل سنة وحضراتكم طيبين. إن شاء الله النهاردة موضوعنا بسرعة كده عن سلوك الشجار وسلوك الفرار عند العقار. سلوك الشجار اللي هو العراق بين العجول بين البقر، وسلوك الفرار ان البقر يجري يهرب. يعني اولا سلوك الشجار عند العقار عادة ان بيرجع سبب الشجار بين الحيوانات لاربع مواقف. البقر بيعمل الشجار بينه وبين بعضه على اربع مواقف. اولا محاولة الدفاع عن نفسه وعن مكان معيشته، يعني بيحاول يدافع عن الحيز اللي هو موجود فيه، فبيضطر يعمل بسببه مشكلة. محاولة الحصول على مكان في مداول للتغذية ولتناول العلاقة المقدمة له، بيحاول ان هو بيلاقي مكان في مجال تغذية فيقوم يتعارك عليه عشان يثبت جدارته، فيلاقي الاكل ده باستمرار له فيقدر يتعايش مع الموضوع. تالت حاجة محاولة الدفاع عن الصغار، يعني لو في صغار انجاب بيدافع عنهم، لان هو يخص، يعني مش يخصوه، لا هو القائد بتاعهم، فبيضطر يتعارك بسببه. تمام كده. رابع حاجة محاولة اظهار الفرد لتفوقه الطبقي، ومدى سيادته على افراد اخرى وعلى باقي افراد القطيع. يعني بيطلع في وسطهم كده عنتيل زي ما بيقولوا، روح جاي مدور الضرب فيهم كلهم لحد ما يثبت جدارته ويبقى هو قائد القطيع. ويمكن بناء على ذلك النصح بعملية إزالة القرون، يعني اللي عندهم عجول سايبة في قرون دي في حد ذاتها مشكلة، القرون مش هي المشكلة، المشكلة في ان العجول سايبة. فالعجول السايبة دي حضرتك يعني ايه، في العراق او في الخناقة او في المشاكل تلاقي فيها بعض الاصابات الجامدة جدا، يعني جرح، خدش، خبطة، كسر، نتيجة العراق. يعني مفيش حد يقدر يسيطر على عجلين طورين بيدبوا في بعض مش هنقدر نخش في وسطهم ونسلك. بس كل القصة ان ممكن حد ينفرد بحد فيفضل يخبط فيه لحد ما يجيب اجله، ممكن يموته. فبننصح لاصحاب المزارع المفتوحة ان هم ايه، ياخدوا بالهم من حوار القرون الموجودة في العجول لا قدر الله لمنع الخساير، ويا ريت يبقى من عمر مبكر، وذلك منعا لحدوث اي اصابات نتيجة الشجار الذي قد يؤدي الى خسائر كبيرة ونحن في غنى عنها. تمام كده. طيب سلوك الفرار بقى عند العقار، ليه البقر بيجري؟ عندما يمتلك الحيوان خوف شديد، لا يستطيع مجابهته، فانه لا يجد امامه الا الفرار. يعني لما بيحس ان هو خلاص لا له حول ولا قوة يبتدي يدور على ان هو ايه، يجري. مثلا لو حس انه ذاهب الى المجزر، يعني الحيوان بيحس انه ذاهب للمجزر خلاص هيندبح، او يرى السكينة او يشوف السكينة، ودي في حد ذاتها مشكلة بالنسبة له مهريبة ان الحيوان يشوف السكينة. بتلاقيه طور هايج، مش حيوان سلس انت ربيته او اكلته او شربته او انيته. في حالة انه يشوف السكينة تلاقيه يعني حيوان غير طبيعي، او ادوات الجزارة عامة، يعني يحاول بشكل فظيع الفرار او الهجوم على هذا الشيء. يعني ممكن يهاجمك، ما يهربش، ممكن يهاجمك لو حس بقلة ضعفك او بقوتك ضعيفة هيخبطك، وقد ينتهي به السلوك الى الهيجان الشديد. يعني ممكن تحصل له عملية هيجان شديد كده انه خلاص يعني هو شبه انتهى، فيبتدي يخبط. فالروح حلوة بالنسبة له كمان، حتى هو الروح حلوة، والفرار بالنسبة له هو يعتبر التصرف الطبيعي، ان اللي بيقدر يهرب من الموضوع اللي هيخش عليه ويبتدي لا قدر الله يأثر عليه تأثير غير طبيعي، فيوديه الى ان هو يتعارك، يتخانق، يضرب، يهاجم البني ادم اللي قصاده حتى لو كان هو اللي مربيه، لان دي طبيعة، وسلوك حيواني. وهذا السلوك وسلوك ايضا في بعض الانسان
في بني الإنسان في بيانات جميلة بعنوان اللي هي إيه الثور. يعني الواحد لما يبقى متضايق أو متعصب في بني البشر يقول لك يعني ابعد عنه، ده طور هايج، يعني بص ممكن ياكلك. هو نفس النظام، بيحس ان هو اتحط في مزنق ومش عارف، خلاص هو ما قداموش غير كده، فبيضطر ايه يعمل عملية فرار. تمام كده. ده طبعا سلوك الطور، رغم ان هو الحيوانات دي احيانا ممكن تكسر، ممكن تدمر، ممكن تعور، ممكن تموت، ممكن هي تبقى سبب في نفس في موت نفسها بحركة غبية مش متوقعة ان هي تعملها نتيجة سلوك هي مش متعودة عليه، فتلاقيها فزت كده مرة واحدة خبطت اي حاجة خبطة نتيجتها ممكن لا قدر الله تعمل لها كسر نزيف تؤدي الى انها تموت. تمام كده. ده طبعا سلوك الحيوان من الشجار وسلوك الحيوان من الفراغ. انا بنصح المربيين ان هم ياخدوا بالهم من حاجه كويسه جدا. اولا لو عندك عجل له قرن لازم تاخد بال حضرتك منه كويس جدا، لان الحيوان ده سلوكه سلوك غير طبيعي، يعني تتوقع منه اي شيء. فالحرص ثم الحرص ثم الحرص، والاهتمام ثم الاهتمام ثم الاهتمام عشان تلاقي نتيجه كويسه جدا وان شاء الله يبقى خير. واهم من ده كله حضراتكم انك انت لازم تبقى واخد بالك من حاجه كويسه جدا. ايه هي الحاجه دي؟ انك تراعي ربنا في الحيوان، تراعي ربنا في الحيوان، في نظافته، في اكله، في شربه، في نظامه، في فسقيته، ما تنساش عنه الكلام ده. احنا بنقول السلوك البشري وسلوك الحيوانات، وناس كتير بتسلك بتدور على سلوك البشر وبتدور على سلوك الحيوانات، سلوك الطيور، كل حاجه لها سلوك. لازم تبقى حضرتك عارف ايه نوع السلوك اللي انت هتقوم بادارته عشان تقدر تتعامل معاه. طبعا ده كان موضوعنا النهارده عن سلوك الشجار وسلوك الفرار عند الاطفال. اتمنى ان يكون الموضوع اعجبكم وينال ارضائكم، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معكم محمد ابراهيم.